السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيداتي سادتي أعزائي المشاهدين الكرام. موضوع حلقتنا لهذا اليوم مع ضيفنا الكريم أبو شهم حول شخصية جدلية غادرت هذه الحياة الفانية إلى دار البقاء، الفنان صباح السهل. فنان صباح السهل أيضا كما تحدثنا بالحلقة الماضية عن أبو نضال الفلسطيني، تعددت الروايات حوله والإشاعات. ما يهمنا في هذا الموضوع ونحن بصدده أن يصل الأمر بالبعض من ضعيفي النفوس، ممن لا يمتلكون يعني الغيرة والشرف، أن يوجهون اتهامات إلى سيدة عراقية فاضلة كانت يوما ما زوجة لرئيس العراق اللي حكم 35 سنة الرئيس صدام حسين، ليس دفاعا عن هذه المرأة، لكن عندما يربطون موضوع إعدام صباح السهل بموضوع المرأة وأن عاشاها هي بنت أصول ومن بيت شرف وعز وكرامة، أنها كانت أستغفر الله العظيم على علاقة بصلاح السهل وتم اكتشاف أمره فتم تصفيته. اليوم ضيفنا الكريم راح يتحدث عن صباح السهل ويزيل يعني كل الشكوك وكل الأقاويل وكل الإشاعات اللي تبنوها إعلاميين آخر وقت، هؤلاء الذين يعني من سقط المتاع ومن هب ودب والنطيحة والمتردية من خلال إتاحة هذا المجال الفضاء الواسع سواء على اليوتيوب أو على وسائل الإعلام الأخرى. لكن موضوع نحن انتشر على اليوتيوب كأداة من أدوات الإعلام اللي توصل المعلومة للمشاهدين للرأي العام من خلاله. المثل يقول الجمل إذا وقع تكسر سشاشينا، وإحنا هنا 20 سنة آلة إعلامية جهنمية تعمل على تشويه وتزوير الحقائق. دائما نقول أن في كل نظام أخطاء وخطايا، سلبيات وإيجابيات، محاسن ومساوئ، وكل حاكم أيضا له محاسن ومساوئ وأفعال طيبة وأفعال محمودة وأفعال غير محمودة. هذا ما يحدث أثناء الحكم وتدون هذه الأفعال، لكن يجب تدوينها بإنصاف وموضوعية وبصدق وتجرد من كل حقد وانتقام وثار. يقولون أن ما حصل للفنان صباح السهل يمثل إدانة لبشاعة نظام الحكم بالعراق، النظام السابق، يتخذون من هذا الموضوع هذا الرجل على بشاعة النظام. صباح السهل من مدينة الشطرة جنوب العراق، صوت جميل جنوبي يبح بالوجه حنينا وألما مزمنا، كان صاحب حنجرة ذات صوت شجي وذهب مبكرا. هو مواليد يعني 46 على ما أعتقد، يعني لو باقي الآن هو فوق على أعتاب الثمانينات. ما ذكر أنه رفض أن يمتدح الرئيس صدام حسين ويغني له كما كانوا يفعلون المطربين والفنانين بالأغاني والأناشيد والأهاديج، وأيضا ذكر أنه رفض التعاون مع الأجهزة الأمنية. عندي رواية راح أذكرها بعد ما أعطي المجال للأخ أبو شهم حتى يحدثنا عن حقيقة إعدام
الفنان صباح السهل وكيف تم اعدامه؟ تفضل اخي الكريم، اهلا وسهلا. حياك الله استاذ واشكرك وبارك الله. اهلا وسهلا. وانا اضيف بكل شفافيه مصداقيه على الحديث المتداول عن المرحوم الفنان صباح السهل اعدم الله يرحمه، وهو صوت الشجن العراق، وخساره للعراق يعني، اصوات جميله وشجن وثقافه وتضيف الى البلد المطرب الجيد، وحصل ما حصل. ولكن اضيف بكل مهنيه وابتعاد عن الاقال والقيل والشاشه الصغيره ومن ادعى فلان وفلان، هذا شيء لا يهمني كمهنيه وسنبدا الحديث بانه جميع المطربين في ذلك الوقت بعد الحصار، واضيف انه امكانيه الجهاز توقفت وميزانيته توقفت، فكانت التوجه لجمع المصادر واعطاء رواتبه المزيه والتي كانت تكلف الدوله بالكثير عن طريق الجهاز والمصادر الكثيره خارج البلد وداخل البلد، وكانت لهم رواتب تصرف شهريا. بعد هذا توقفت هذه الميزانيه ولا نستطيع صرف اي مبالغ اضافيه ولا نثريه الى المصادر، وكان التوجه الى التجار والموسرين حال، ومن ثم الى المطربين باقامه حفلات داخل البلد وخارج البلد لجمع اكثر راي عام وارسال الصوت العراقي الى الخارج باشراف الجهاز والامن وزارة الثقافة والإذاعة بالتوجه إلى هذا الاتجاه. وكانت الجهاز يتوكل وينفذ هذه الأوامر ويستغل ظروف المطرب، يعني لا نترك المطرب في حاله إلا بعد تخصيص ضابط ارتباط ويذهب إلى المطرب ويتم شرح الموضوع أن تكون أحد المقربين والمصادر إنه، واحنا عندنا تعليمات تمشي عليها خطوه اولى الى خطوه ثانيه وتستمر بهذا العمل، وان تكون مصدر رئيسي لنا ويكون تحت اشرافنا، ومنهم من قبل ومنهم اصاغ الى الامر واصبح مصدر رئيسي وبدا يمول من هذه الحفلات المصادر التي داخل البلد، ويتم اتصال بالمطرب ويقول له أعطي هذا المبلغ لهذا الشخص، أعطي هذا المبلغ، ولا يعلم ما هذا قيمة المبلغ. وأتى الحال إلى المطرب الراحل رحمه الله تعالى صباح السهيل. صباح السهيل عرض عليه هذا الأمر، وكان أن يكون أحد المصادر الرئيسين للجهاز ويبدي تحت ضابط إشراف ضابط الارتباط المعني بهذا الملف الخاص بصباح السهيل. ولكن صباح السهيل أبى أن يكون مصدر أو ما يسمى بالعين أو المخبر السري على بلد، وكان يرفض بكل لقاء يكون معه، وأن يرفض رفضا قاطعا أن يكون تحت وصاية ورقابة ضابط الارتباط. وفعلا تم يعني عدة توصيات أنه إبعاده من الإذاعة والتلفزيون ونقله إلى جهة أخرى ومحاربته نفسيا ويعني ومراقبته وضعته، وانتهى الأمر أنه بدأت حالات نفسية كثيرة تدور حوله. وكانت من أحد المطالب من الجهاز أنه يقيم حفلات خارج البلد، والتصنت والتجسس ومعرفة مكان المطربين اللي خرجوا خارج العراق الكبار وين يرقدون وين يسكنون وين، ويتم عبر هذا التقارير يتم تصفيتهم خارج البلد عن طريق هذا المطرب أو الشخص اللي يذهب، لأن ما حد يقدر يوصلهم إلا يكون مطرب من زميلهم ويأمنون به، ويكون العملية غير مكلفة بهذا الشأن، ولا تصرف عليها أموال ثقيلة ولا أموال كثيرة، وإنما تكون عملية سهلة جدا بأن المطرب يأتي بهذا المطرب بأقرب مكان ويتم تصفيته فورا. فصباح السهيل رفض هذا العمل رحمه الله،
وأبى أن يكون مصدر من رئيس من أحد المصادر الرئيسية لجهاز المخابرات. وتم فبركة هذا الأمر الكبير بأنه تم تسهيل زوجته أنه ادعت أنه كان يتكلم عن القيادة وكان يتكلم على موضوع مهم جدا. أنا راح أناقشك فيه، راح نناقش هذا الموضوع مع زوجته الثانية. نعم السادة. خلدون ففعلا انه بعد هذا تم اذا سمحت لي تحقيق الغير في ذلك الوقت. عندهم ضباط المخابرات عندهم تعليمات قويه وعندهم امكانيات قويه، وهي عمل ثابت انه في ذلك الوقت انه يتم رفع تقرير بسيط الى المشرف العام او المدير العام او المعاون العام يقول له اتخذ اللازم. يعني انه تاخذ اللازم حسب الضابط ياتي بالشخص ويتم التحقيق معه، ثم يحال عبر تقرير إلى فبركة قضية، ومن ثم يحال ويسوق إلى محكمة غير شرعية، ويتم تنفيذ الحكم الإعدام خلال 15 يوم ينتهي أمره. أما صباح السهل لم يكن يعني طول، الله سبحانه وتعالى لم يتحمل التحقيق، وفعلا تم حالته إلى جهاز الخاص، ومنها إحالته إلى جهاز المخابرات، وذلك عبر تعليمات تخص هذا الشأن بأنه معاقبة كل مطرب من يتعاون مع يعني يعاقبوه بأشد العقوبات، ومنها صباح السهل الذي عوقب بأشد العقوبات ليكون عبرة لغيره. وهذا هو أسلوب يعني كان النظام يستعمله طيلة فترة 35 عام المضت لإشراف تام على عدة أجهزة، وكانت التحقيق يعني إشراف يعني التحقيق كان معمول به. أنت بصفتك محقق كنت تستخدم هاي الأساليب؟ تقول 35 عام كان يستخدم، أنت واحد من اللي كان يستخدم هاي الأساليب؟ لا طبعاً أنا ما عندي محقق بها، أنا محقق مشرف محقق قضايا تخص أمور الدعاوى المدنية وليس الدعاوى السياسية ودعاوى خاصة بالموقفين السياسيين. هذا مو اختصاصي، يعني ما اشتغلت عليها اصلا ولا لي علاقه، لكن مشرف بعض الدعاوى تحال عبر اكمال التحقيق، يعني يجي اكمال التحقيق عشان اكو لجان تحقيقيه مشتركه بين عده جهات. نعم يحيلون موقوفين ما عندهم يعني ما التهمه غير ثابته لهم، يعني تنحال هذه الدعاوى احنا يتم انجازها ويتم الافراج عن المتهم، يعني إفراج صحيح. وكنا ننظر إلى المقتبسات الحكم يعني على أنه كانت غير صحيحة، لأنهم كانوا محققين غير يعني متخرجين من 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 من, من, من مخرجين قانون أو محاكم مدنية أو محاكم، كانوا يتعين محقق وهو ليس بمحقق، وإنما مجرد تدوين أقوال وتجمهر وتدوين، واحد يعلم الله على هذا الأسلوب وتنتهي هاي قضية أي شخص ويصفى على أي تصفية تكون. وكانت لا وجود لمراقبة أو ملف أو متابعة أمور الموقوفين، هاي كانت الجهات اللي لها صلاحيات كبرى كالحاكمية وبعض المواقف الأمين، هاي كانت كلها يعني تخص دعاوي كبيرة ودعاوي صغيرة ودعاوي تحال موقوفين، وكان صيغ العمل يعني ما حد كان يقدر يميز ولا حد يقدر. نرجع نعود إلى موضوعنا الرئيسي اللي هو صباح السهل. نعم. ابن خلدون من زوجته الأولى حسب نعم. ما نشر على وسائل الإعلام من قبل أحد الأشخاص اللي هو يعني ما نقول صحفي ولكن له علاقة بهذا الموضوع حسب ادعائه، أنه متصل خلدون صباح السهل ابن الفنان من زوجته الأولى ومصرح أنه بعد ما سألوه عن الغرض من استهداف والده فجاوب قال السبب هو عدم رضاه عن تصرفات عدي وباقي المسؤولين في ذلك النظام وعدم انصياعه لأوامرهم في أمور لا نريد أن نذكرها. هو أنا لاحظت إذا هذا التسجيل اللي سجلت له زوجته الثانية صحيح، هو كان يروح يتردد حفلات كان من المقربين وكان ما كان من المبعدين، حاله حال كثير من الفنانين كان يحيي حفلات يعني
بمناسبات مختلفة ومع شخصيات مختلفة ومع عدي نفسه. زين. أيضا ذكر أنه هذا الرجال حاله حال أي فنان من الفنانين، كان عنده معجبات. فالمسؤولين بذاك الوقت يطلبون جلب المعجبات لهم، ولكن الوالد كان يرفض هذه الأمور المخلة. ذاك الوقت عمر خلدون صاحب السهل كان يعني 27 سنة، وقال مستذكر أباه ولحظة علمه بإعدامه تأثرت بشكل كبير جدا، لأنه كان ليس والدي فقط بل كان صديقا لي. يعني فحضرتك الآن مستند على رواية أخرى، الرواية هاي تحدثت بها، يا ريت تحاول أن يعني توضحها بشكل مقنن بشكل ملخص. ليش؟ أنت محقق والمحقق يعتمد على أدلة، وإحنا هنا أمام دليل مفقود غير موجود، كلها تحشي هذول اللي تناولوا هذا الموضوع وطعنوا بشرف امرأة عراقية حرة، قالوا بأن زوجته الثانية سجلت له والتسجيل مفرغ زين على ورق. طيب احنا هاي سنين هاي القصة تتداول بس ما سمعنا التسجيل، التسجيل وينه اذا كانت هذه حقيقة؟ اذا كانت حقيقة فعلا زوجته الثانية مسجلته زين، هاي زوجته الثانية شنو بصيرها؟ ما طلعت، ما عندها اهل، ما عندها قرايب، يعني تدافع عن نفسها، تقول هذا الشيء مو صحيح. تفضل. نعم استاذ، انت تطرقت لهذا الموضوع الكبير واللي شيعة واللي ويل والطعن، هاي الشاشة الصغيرة والادعاءات بعد سقوط النظام اصبح مطرقة كاملة وحديث كامل عن الحياة وعن حياتهم الشخصية وعن تصرفاتهم، وكان عدي وقصي وفلان وعلان، ولكن لو ترجع انه هو كان موقوف يعني مو تكون خارج، هو كان موقوف وجود محققين، المحققين تدوين اقوال وتدوين اعترافات وتدوين، اين الدعوه؟ اين الدعوه الاصليه هي اللي تم تنفيذ حكم الاعدام؟ خلي يجتوها اذا صح اكو دعوه اصليه واكو محقق واكو قاضي واكو تمييز واكو محكمه واكو مختبر الحكم اللي ظهر ويقول على الماده 225 التي كانت تحكم بالاعدام وغيرها وغيرها، هاي كلها اقاويل لا صح لها وانها مجرد تشهير وتجهير راي العام، وانه يعني لا جدولة، لان هي الشاشه الصغيره تحوي الكثير مثل ما هسه احنا الروايه، اي موقوف ياتي لجهاز المخابرات او جهاز الامن او جهاز يعتبر معدوم او يعتبر محكوم او يعتبر هذا، ولكن لا ينظر انه اكو دعاوي حقيقيه واعترافات واكو تسجل عليه كل الاجراءات تتخذ حتى لو كانت كاذبه وغير صحيحه، حاول ان تكون تحت افادات وضابط ومعاون ومدير، ومن ثم الى دائره قانونيه، ومن ثم الى محكمه الخاصه، المحكمه اللي كانت تحكم بهذا الرجل انحال الى محكمه الثوره او محكمه هاي عبر دائره قانونيه، اين الاعتراف بها؟ زين انت اذا شخص يعترف بهذا الامر المهم جدا بانه له علاقه مع السيدة الثانية أو السيدة الأولى سوف تنقلب الدنيا ولم تقل، يعني هل تصور أنه إحنا يعني انتهى الموضوع وصل هيك فكرة إلى المحقق والمحقق، هل يستطيع أن ينقلها إلى الجهات المعنية بأنه اعتراف أنه له علاقة وهيك انتهى الموضوع؟ يعني أنا أعتقد كانت يعني أنت شنو رأيك يطعن بشرف الناس وبشرف الحرائر العراق وامرأة يعني عفيفة، هذا عنده شرف؟ هل لديه شرف هذا؟ يعني هذا الموضوع يتكرر كثير اشوفه من دون ان يستند الى دليل، يعني حتى لو كان اكو دليل، لكن هذا بدون دليل يعني كلام جزافي. يعني حضرة جنابك تنقل الكلمه الحق والكلمه الموثوق منها، ولكن بعض الاعلاميين يخرجون او بعض يصبح اعلامي ويصبح له قناه يضع كلمات نائبة بحق كل البشر وكل
الأشخاص، ولا يهموا امرأة أو يهموا رجل أو يهموا فتاة، وإنما محتوى هابط ومحتوى غير حقيقي ولا يصح إلا الصحيح ولا ينظر. اليوم تكلمت عن مطرب أشدت به أنه خسارة للشعب العراقي، أن هذا الشخص نخسر مطرب بهذا الواقع، ومعناها أنه إحنا أكو خطأ كان كبير لحد هاي اللحظة، أنه الأجهزة الأمنية كانت مسلطة على رقاب العراقيين الشرفاء الأصيلين. نعم أكو إخفاق بالمحققين، أكو إخفاق بالمحاكم، يعني المفروض كانت تنظر إلى أن تنظر نظرة واسعة، ولكن ما هي القوانين كانت قوية، يعني مثل ما نقول اضرب يد من حديد حتى تسكت هذا وتسكت وترضي هذا، حتى يصبح العراق ويمشي. وإذا تتفق معايا فأنا أقول نعم رأيت الكثير من الأشياء الغريبة والأشياء العجيبة في العراق. يعني إحنا شو يصير المحقق؟ المحقق اللي يجي تقرير كامل إذا خرج براءة يعاقب، ينسجن بدال المحقق ويعدم بدال المحقق، وإذا لازم شو يسوي المحقق؟ المحقق يمشي وراء القوانين اللي الموضوعة أو القاضي الموضوعة. القوانين كانت صارمة جدا، وكانت يعني تشريع القانون كان قوي، كان ماكو يعني كلمة إعدام، كانت يعني تعتبر حالة فردية أو حالة المجتمع العراقي كان يعيشها بأيامه ويعيشها، هذا حال العراق في ذلك الوقت. وأنت يعني اتطرقت لهاي الأمور، وأنا حبيت يعني أوضح نظري بأنه التحقيق مو كان كله يعني بصورة صحيحة، ولكن أنا مش يعني في ذلك الوقت يعني مجرد أوراق تحال إلى محكمة خاصة والمحكمة تنظر بها، وهي المحكمة تنطق بالحكم. أما المحقق شو يسوي؟ يحيله موقوف إلى المحكمة الخاصة عبر 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 توصية أو عبر هامش صغير أو دار القانونية، يقول يحاله إلى المحكمة الخاصة لك وانتهت، وهي المحكمة تنظر وتحسم هذه القضية، أما بالبراءة أما بالإعدام في قضية هذا. وهذا كل ما أضيف احنا ما شفنا اي وثيقه عرضت لحد الان، ماكو والله وثائق يقول لكم مثل ما تفضلت، سمعت لا افاده يعني بعض الاعلام لا قرار احاله لا قرار ادانه او محكمه الاجاء او محكمه محكمه جهاز ما يسمعني، المخابرات. الظاهر ما نعرف يعني ما يسمعني. نعم استاذ، اقول لك ما اكو يعني الوثائق هاي اللي اعلنوا عنها ما شفنا اي وثيقه، لا قرار لا افاده متهم، لا تقرير كتب، لا تسجيل صوتي هذا المزعوم، لا قرار إحالة، لا قرار إدانة، لا قرار حكم، كل هذه ما موجودة. بعدين يقولون أنه بتاريخ 4/4/93 يعني وفق ما ورد بالوثيقة، وين الوثيقة؟ أنه تهجم على شخص الرئيس صدام حسين وأعدم بتاريخ 3/5/93 وتم مصادرة أموال منقولة غير منقولة. تعرف حضرتك من يصادرون أموال منقولة غير منقولة؟ الشخص تروح لوزارة المالية وللدوائر. طيب ما وجدنا سوى حكي فاضي، يعني كلام فاضي. أحسنت أستاذ، يعني المادة 225 ما بها مصادرة أموال منقولة وغير منقولة، يعني هي تعتبر مادة يعني تشهير وسب وشتم للرئيس، كانت هي يعني مجلس قيادة الثورة شرعها، يعني هو شرعها المشرع القانوني. نعم. يعني أصبحت من أين ضافت له؟ يعني من ضافت له مصادرة أمواله والمنقولة وخارج المنقولة؟ يعني هاي ما أعتقد يعني أكو في هذه المادة هاي تطرق إنه مصادرة أمواله المنقولة وغير منقولة، ما أعتقد به. هو يعني يحكم بالإعدام بس ما يصادر به، ما اعتقد هاي اضافه. يمكن انا اول مره اسمع ماده 225 تضيف الى ماده مصادره اموالهم منقوله غير المنقوله. طيب فلازم مخابرات، يعني بالعكس كانوا محققين وكانوا قضاة يعني كفؤين في ذلك الوقت، كانوا ينظرون الى 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 وكانت التشهير ماده 225 كانت على مجلس الثوره اللي كان يصرح بهذا الشيء، كان جهاز المخابرات ينظر يحيلها الى الدائره القانونيه والسلامه الوطنيه ومن ثم الدائره القانونيه للاستشاره بها نعم واعادتها الى المحاكم. يعني ابو شهاب ما اعتقد اذا سمحت لي، على فرض
يعني وجود هذا التسجيل وذكر بالتسجيل، نجي نقول انه وش هذا موجود بالتسجيل، انه ورد بالتسجيل، الدافع اللي خلى هاي المراه تقوم بالاخبار عن زوجها التسجيل له انه دارب سجله باسمه واراد ان يبيع دار، فهي رفضت وارادت ان تاخذ الدار فاستعملت هذه الطريقه. زين، اذا اكو شيء نروح على سجلات التسجيل العقاري. اكو قضايا يعني قضايا تخص يعني تضع بها مثل ما تقول يعني الامر اذا كان يستحق يعني نضع في كل ميزان يعني حقه، يعني كانت اكو تنظر بهيك قضايا، بس القضايا انه توضح الامر وانه يتم حسم الامر، وانه اكو اشخاص يحاولون الهروب مثل الهروب خارج البلد ومن ثم يعني انتماء الى جهات خارجيه معاديه للبلد، يعتبروها انه يتم القبض عليهم داخل البلد وتم هيك امور يدخلوها المحققين. ولكن كمطرب بسيط يعني مثل ما وضحت لك انه يحاول يجند الضابط او جند الضابط ويجيبه وبعدين يدخلوه بهيك هاي يعني هاي اعتقد الامور مفبركه بالكامل وانه يعني غير صحيحه، وانه يعني شلون يعني بعد 30 سنه من الكشف الان وين الغبارة وين الدليل وين مثل ما تطرقت التسجيل وين الكاسيت وين الافادات وين المصدر وين السجل، وكانت اكو سجلات المصادر واكو اعترافات واكو توضع في حتى التسجيل في ذلك الوقت ما كان عندنا سيدي ولا كان تسجيل فيديو صغير واكو كاسيت صغير وكاسيت الكاسيت الصغير وين صوت وصوره، وكان تسجيل فيديو وين صوت وصوره. فحقيقه موضوع شائك جدا ومشعب، وشوف راسا يدخلون به امراه وتدخل به زوجته وتدخل به امراه كبير رجل سيدة الاولى، يعني ضخموا الامور واصبح تشويه للحقيقه. ماكو غير نقول رحمه الله تعالى في هذا اليوم، وان يظهر الحق وانه راح لدار حق ان شاء الله، يعني هذا حال الامور ان شاء الله في هذا البلد. نعم نعم، طبعا هم على اساس الامن الخاص هو اللي كان القى القبض عليه وحوله، هو دعا في سجن المخابرات، وسبب التهمه كما هو في الامر الاداري الصادر من رئاسه المخابرات السري. دير بالك الامر الاداري، ليش هو عندنا تعيين توظيف نوظفه احنا نعينه شنو ننقله امر اداري، اكو شيء صيغ بالمخاطبات بشان المتهمين، هذه وحده. رئاسه المخابرات بالسبعينات حتى اقترابا من بدايه يعني نهايه الثمانينات اسم تحول الى مديريه العامه لجهاز المخابرات، فهذه الاكاذيب كلها اللي يردوها مثل ما تفضلت زين، يعني يراد منها تشويه حقبه زمنيه، احنا ما ندافع عن اشخاص ولا عن حقب، لكن عندما نتناول مواضيع تاريخيه يجب ان نكون امناء على رواية هاي الأحداث. أنا أشكرك وممنون منك على هذه الإضاءة، وأود أن أضيف أن أحد المسؤولين في جهاز المخابرات قال هذا الرجل كان يشتغل لصالح الحزب الشيوعي وكان منتمي للحزب الشيوعي وكان يعمل اجتماعات تحت غطاء الحفلات وتم اكتشافه لهذا الأمر. أنا أشكرك وممنون منك، نلتقيك في مواضيع أخرى إن شاء الله. وأشكرك، بارك الله بك أستاذ. أعزائي المشاهدين الكرام، نأتي على نهاية هذه الحلقة على أمل أن نلتقيكم في حلقات أخرى. السلام عليكم.